نتكلموا على المشروع بو 52، هو اول مشروع للشركه اتليك سيتي ماروك. المشروع فيه تتكون واحد تقريبا 168 شقق، وعندنا كذلك فيه واحد الاداره، ولحد الان تقريبا 90% ديال الشقق تباعوا، وسلمنا تقريبا 70% ديال المفاتيح للزبناء ديالنا. دونك اليوم المشروع دابا ولاو يعيشوا فيه الناس، وحنا فخورين اللي قدينا التزموا بالوقت اللي كنا خدينا فيه الالتزامات ديالنا. و اللي نقول لكم بعض الاختصاصات ديال هذا المشروع، هو مشروع عنده واحد اللابيل ديال اوت كاليتي انفيرونمونتال نيفو اكسبسيونيل، وكذلك فاز بالجرين سوليوشن اووردز 2021 في المغرب. هو تيعطي واحد بعض الاختصاصات رفاهيه، تينقص من التلوث ديال الصداع اللي جاي من على برا المدينه، وكذلك تينقص من تلوث الهواء، لانه الهواء في هاد الشقق تتجدد رغم ان كانت الشقق مشدوده. عندنا واحد فعاليه هي كذلك واحد لا دوموتيك، تمكن المول المحل يتحكم مثلا بالسمارت فون على بعض الخدمات داخل الشقه ديالو. وهذا المشروع هو موجود سميتو بقلب القطب المالي ديال الدار البيضاء، وعنده بالقرب منه حدائق كبيره، كاين اوفا بارك اللي فيه الان 20 كتار، ومع المده غادي تولي فيه 50 كتار، وعنده من الجهه الاخرى واحد لا بالموري حتى هي يستافدوا منها الناس، والترامواي تيدوز قبالة المشروع. هذا اول مشروع ديال لينك سيتي في المغرب، ونتمنوا ان شاء الله تكون مشاريع اخرى مدن اخرى وفي الدار البيضاء كذلك ان شاء الله بحول الله.